النبي عليه الصلاة والسلام ولد يتيما، يعني مات أبوه قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم من تمنات موت باي تمبري أبوه قد موت يقوم ربطوات بان سلام أبوه عبد الله يقوم ربطوات عبد الله ابن عبد المطلب يقوم ربطوات عبد المطلب ابن هاشم يقوم ربطوات هاشم وهاشم من قريش هاي هاشم موت بيقوم ربطوات قريش وقريش من العرب هاي قريش في عرب والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم عليهما وعلى نبي أفضل الصلاة والسلام. إسماعيل تنجين دون ربح نبيه إبراهيم عليه السلام والسلام. سماه جده عبد المطلب سمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الاسم سماه محمد عليه الصلاة والسلام. إنتهى ربح نبي عبد المطلب فانتك نبي كتموك نبي رقا نبي محمد يحمده الأولون والآخرون تين نئت بنوان من نئت بنوان كراوي كمباس السعادة للو ولا يفعل أشياء إلا محمودة نبي صلى الله عليه وسلم من بين فرق ويكراوك كيرين مال الله وكارين مال كيس السعادة يسمى بمحمد وأحمد وصفه واسمه عليه الصلاة والسلام في التوراة أحمد نبي صلى الله عليه وسلم كده اسمه هذا محمد هاي قاتل أحمد كنت اسمه ربحوات نقنون كتاب توراة في أحمد أمه آمنة بنت وهب مطاير ربحوات آمنة كتون سري ربح وهب نعم